اسمح لي، حدث التقصير، قائد المناطق الغربية الروسي تمت إقالته وعيد قرارا آخر، ولكن ليس فوضويا، بدليل أن 5000 جندي روسي الذين كانوا محاصرين حسب كلام الإعلام الغربي، يعني هؤلاء كلهم انسحبوا من غير أن يمسوا بأذى من قبل القوات الأوكرانية. لو كانت القوات الأوكرانية فعلا مسيطرة سيطرة تامة كما قال زيلينسكي على ليمان، لتم قتل هؤلاء الجنود 5000. بعدين يقول زيلينسكي تمت السيطرة على ليمان بالكامل، وفي الوقت نفسه تقول رويترز نقلا عن مسؤولين غربيين في الناتو وفي الولايات المتحدة أن ثمة قتالا محتدما بين القوات الأوكرانية وبين القوات الروسية في ليمان. فكيف تفسر ذلك؟ هذا انتصار أوكراني إعلامي، لأن ماكينة الإعلام والبروباغندا الأمريكية والغربية أقوى بكثير من طيب. الإعلام الروسي. نعرف أن الإعلام الروسي إعلام ضعيف، سواء الناطق باللغة الروسية أو الناطق باللغة العربية. يعني مثلا على سبيل المثال الروسي اليوم بالعربي يعني فشلت تماما في إيصال رسالة الرئيس بوتين. نعم. فشل أم محرجة يعني بالنسبة للإعلام الروسي؟ مرة أخرى دكتور علي إذا سمحت لي بسؤال، هذا السؤال مرة أخرى أعيد عليك، ما الذي يحدد مؤشر الربح والخسارة في الحرب الأوكرانية إذا لم يكن الميدان؟ سريعا لو سمحت. إن لم يكن الميدان هو لجوء الرئيس بوتين إلى اتخاذ قرار السلاح النووي التكتيكي. نحن نعرف أن روسيا صرحت بأنها ستجري تفجيرا نوويا في المحيط المتجمد الشمالي، وهذا طيب. على أن روسيا ستستعمل السلاح النووي إن عاجلا وإن آجلا. يعني معهد دراسات الحرب في الولايات المتحدة الأمريكية قال ذلك، قال إن روسيا حركت طائرة يوم القيامة وحركت غواصاتها. يعني هم يقولون ذلك، أنهم يرصدون كل ما يحدث على الأرض الأوكرانية. طيب ابقى معي لو سمحت دكتور علي. التكتيكي هو الذي سيحدد مصير. إذن السلاح النووي التكتيكي سيحدد الصراع في أوكرانيا. تبقى معي لو سمحت مرة أخرى إليك سيد الشمري بخصوص مسألة يعني التعجيل بالكارثة بالنسبة أيضا بعد ضم روسيا لأربع مناطق في أوكرانيا. ظهر الرئيس فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني وطالب أيضا بتسريع مسار انضمام أوكرانيا إلى الناتو. هذا الرد أيضا، هذا الطلب رد أيضا، هناك من رد عليه بأنه ليس الآن يعني بحث هذا الموضوع.